شو بدكم تعملوه؟ كل شيء اتفقنا عليه اوكي؟ انا من عندي فهمان كل شيء وحافظ دوري على 24 مدام فهماني كل شيء وحافظه دوري على 24 يلا اوكي. لا تخافوا شدوا لي حالكم وبلشوا بالكلام يعني خذوا اعطوا مع بعضكم. ماشي ماشي يلا جاهزين انتوا؟ جاهزين. افراس جاهز؟ اضاءه صوت كله جاهز؟ اكشن موتور 5 4 3 2 شو يعني نبلش هلا استاذ؟ نبلش لك بلش انت وياها. احكوا بقى احكوا. عود يا استاذ عود شغلتي هاي شغلتي. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ساتر يا ساتر. اخذ الشيطان ولا تطلعي برات البيت لانه انا ما عملت لك شيء ابدا ابدا ابدا. يلي بهين اخي بهيني دافو. هذا اخوك اناني اناني هذا اخوك اناني وانه التي يخرب البيوت ويجب ان ادحه بكس حط راسه بالسقف لانه كسر سور السراسير. شوف زكي انا ما بسمح لك تحكي عن اخي هيك واخي رجال وقد لحاله وعم تردي بخلقتي وتكسورينا كلمتي. خدي ولا زكية خد. اي 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 يخرب بيته خربوا لنا المشهد. طول بالك يا استاذ هذا مشهد نابع من الاعماق. امشي معنا على البيت هلا بتمشي ومن اليوم ورايح لا انت له ولا هو لك فهمتني اياه. يلا شوف امشي بدي اعرف شلون صار رجال فجاه وصار يهين كرامات العالم. ها طول بالك يا استاذ طول بالك انا قلت اسم الخاص المشهد ثبات في المكان يا اخي. لك بعد لي هيك تروح على بيتنا. لك اهدى شبك اخذ الشيطان. لك هذا تمثيل هذا ما بيصير هيك يا معلم طيفور. سبني وما حكينا بس يضربها قدام عيني شو ما في رجوله خرسي ولي. ما حكيت انا خرسي اصلا بقى. امشي معي على المكتب نشرب قهوة ونحكي على رواق. ما بدي روح تعا جهزوا لنا مشهد 62. اترك ايدي يا معلم بالك شوي بقى حاجة تنتورني. اترك ايدي يا اخي المشهد هيك بده التمثيل هيك بده قال. لا المشهد مو هيك. شلون كان هات لشوف يا اخي بالمشهد ما في ضرب ولا كلمات طالعة نازلة طالعة. طيب طول بالك قال هيك رؤية المخرج للمشهد. ما بيصير تكون رؤية المخرج مع هدم الكرامات يا اخي. طول وقته هالمخرج قاعد يفهمنا انه هو صميطعي رجل صميطعي. انا صميطعي ما له صميطعي هو صفيرة طلع. طيب خلاص اهدى روق هذا المشهد مشي حاله. لك طولي بالك خلينا نتفاهم. ما في تفاهم بيني وبينك. بدك تمثل وانت مثل انا خلاص ما عاد بدي مثل. لك يا بنتوره الفن بده تضحيه. انت لسه ما ضحيتي بشي. بعدين اخوك لا تردي عليه لانه ما بيعرف يمثل وما بيفهم اصلا. ليك انت عم تقول عنه ما بيفهم وبيعرف يمثل. انا ما بدي مثل اخي. بنتوره يا استاذ ما بيصير تخرج عن النص لازم تتقيد فيه. خلقت لي مشكله انت. بالعكس يا استاذ طيفور بالعكس تماما. هذا المشهد اللي قدامك يا استاذ طيفور لو تصور مثل ما هو بيطلع جامد. بس انا حولته يا استاذ حولته من حاله الجمود لحاله التأجج والحركه. صار فيه ابداع يا استاذ. بعدين لو سمحت لك انا لي رؤيتي الخاصه في هالمسائل لو سمحت استاذ. بس انت طفشت الممثلين ما بقى حدا يمثل معنا. مو مشكله كلوب. انا على استعداد اني اجيب لك 100 ممثل بدالهم. لك ما حدا بيعرف مصيبة حدا. شو هالحكي بنتي؟ معقولة؟ ضربك قدام الناس هيك وما افتحها؟ لولا أخي درويش دخل آخر دقيقة يا أمي كان لسه بتضربني كمان وكمان. هذا اللي بنقول عنه أجدب شفتي شو طلع منه؟ بسيطة لك بنتي بسيطة. مرحبا. ولا أنت شو عامل مع بنتي قدام الناس أنا مرت عمي شو عامل؟ أنت لكم مين؟ عم تضربها وتبهدلها وتجرح كرامتها؟ هو حماتي يعني مزبوط انا ضربتها بس مو عن صح وصحيح.
شو هي كمان صح وصحيح منين جايب لي اياها؟ يعني عن دود مو عن حقها. بالله تضرب البنت وتورم لها حنكه وتقلي مو عن حقها؟ شوفوا لا يلي بده يحط ايده على بنتي عينتين وتنتين بدي بلبص له اياهم، فمان. طيب هي درويش قدحني قتله حشكو لبك قدام الناس وهت ما فتحت تمي بحرف. طبعا بده يضربك لانه ابصر شو عامل معه. روحوا لا نقلي على غرفتك قوام، روح من خلقتي احسن ما كسرك وكمل عليك. لا يلا قوام. طيب ماشي هدوني حالكم بالبيت، ما في غير يدكم الخبط. تربي الموديل. قومي امي بس حبيبتي الله يرضى عليكي. خلص حبيبتي خلص قومي حبيبتي غسلي وشك. يلا يلا تقفي يلا يلا قوم يلا يلا. هلا كل اللي صورناه بدنا نكبه ونصور غيره يا استاذ. طبعا يا استاذ نبور طبعا، اذا الممثلين رفضوا انه يتابعوا معنا راح تحل مصيبه ويرتفض العمل يا استاذ، وعليك مسؤوليه ما بتحملها ابدا. بعدين يا استاذ رجاء لا تتدخل بشغلي. قولي شو المصيبه هي؟ منين الله بعث لي هالدرويشات؟ منين؟ وين وين وين؟ قل لي شو قررتوا بسرعه. بدي روح حاول اقنع هالممثلين بركي بيرجعوا بيشتغلوا معنا بشي قرشين زياده. ضروري ضروري يا استاذ، لانه الممثلين اللي معنا صاروا راكور. ولي راكون فضائل قل الله واحد. يا لطيف يا لطيف. حماتية خير شو بدك؟ شو أنا بدرية ماني شايفة، راحت على الشركة شي؟ نايمة جوا بغرفتي. ليش قليل حضرتك الشي اللي عملته فيها قدام الناس؟ لك اكيد انت بتقصدها مشان حتى تبهدلها وتنتقم منها. هلا معقوله انا اضربها لبدورتي حبيبتي؟ طالما المشهد ما في ضرب ليش لحتى تضربها؟ حماتي شو رايك تروحي تندهيلها مشان تجي لهون وتضربني بدال الكف 10 كفوف؟ منشان شو؟ منشان تسترجع كرامتها اللي انسلبت. ايه سكوت سكوت حاجتك جد بيا. اعملي لنا شي فنجان قهوه بلاها. أنا رايح على بيت أم درويش. شو جابني على بيت أم زكي؟ ما صفي براسي عقل، شلشني شلش هالمخرج.